السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في اللعبة الغريبة جدا محاكي الحمامة. طبعا فكرة اللعبة انك حمامة وتخرب، تسوي تصرفات حمامة، يعني تخرب على الناس، شو اسمه ذا فوقهم الزبدة اللي هو. خلونا نبدأ الحين. It is time. خلونا نشوف الكنترولز لان انا ما نعرف صراحة. طيب يقول لك walk وfly، اوكي، وعندنا look نتحرك، مربع release او ناكل اللي هو الاكس، ولي ايج نقدر نحط بيض ما شاء الله. في بيوك بعد اقدر اطرش عليه، وش ذا الحمام الحرش. طيب هدفنا الحين اننا نتحرش في الناس. press any button to join. اوكي خلينا نبعد الماوس بس فوق اليمين عشان ما تنزعجون. طيب الحين يقول لك objects infest in the park او the park. هذه مهمات عندنا نسويها، خلونا نبدا الحين. اوكي هذه الحمامة حقتنا قاعدين نطير. هذا مخرب. لا دقيقه خلونا نعدل التحكم. اوكي احنا الحين قاعدين نطير. اوكي كذا قاعد اسرع. حلوين الى الحين امورنا طيبه. طيب شوفوا فوق اليسار يقول لك مربع قراب، اقدر امسك شيء. قاعد يطاق عنه. اوكي خلونا نشوف لاحد نروح شو اسمه ذا نجلده يعني. اوكي يلاك دقيقه بروح ازق فوق السياره ذي. اصبر يا حبيب لو سمحت، عندي مغص بس امسك. وين راح؟ وين طاح؟ الله العظيم ما استغفر الله. تعال والله العظيم لا طلع المغص اللي فيني عليك. واقف كيف اهدي؟ امسك. دمشت انا ليه؟ يو ار ستارفينج. اقعد انا جوعان ما شاء الله. يو كان فايند فود كلوز تو بينز. بينز وشي؟ طيب وش اسوي ذا؟ هذا يسرع. حركات هلا والله. طيب كيف اشوف الطعام؟ يقول لك كلوز تو بينز اللي هي حاويات القمامه. اوكي هذيك حاويه قمامه هناك. خلاص ام ستارفينج درينا. طيب كيف اهبط الحين؟ اصبر خلونا نهبط هبوط احترافي. هلا والله بالهبوط الاحترافي. خلونا ناكل. قد اكل علبه بيبسي ما شاء الله زاد الهيلث حق. هناك مقلوب الدنيا. وات التحكم مره مقلوب. قاعد احط سهم على تحت قاعد امشي. طيب في رجال هنا خلونا نحاول شو اسمه ذا. امسك. ما جاك شيء يا كذاب، ما جاك شيء. دقيقه خلونا نشبع، ما شبعنا باقي. يا شباب ارموا اكل كثير بالله عشان جوعانين. dont know how to feed your chicks. هل اعرف قاعد اكل؟ ايش فيك؟ رايت بوتن تو شو اسمه ذا. طرشت ليه؟ وات؟ ايش في ذا طاح؟ تخاف من حمامه يا بزر؟ بقسني. ايش في يا ورع؟ كيف اقدر اشيله؟ يقول قراب اقدر اشيله اتوقع. يا ايش فيني ما اعرف اطير؟ سلامات. طيب خلونا نحط يا رجل. قاعد تصفق. طيب اصبر لا فوق بعدين هنا. بحاول اشيله. خلونا نحاول نشيله من راسه. ما ادري اقدر اشيله اصلا يا حبيب. يا طيب يقلع شكلك. ليه تبقسني يا بزر؟ ايش سويت؟ حمامه انا ترى، انا حمامه مسالمه. طيب قد دخل من الشجره ده. قد البوكس ده. تعال ما اقدر اسوي شيء انا صراحه. خلونا نزق على ذا. امسك. دقيقه امسك الثاني. ما جت فيه. كمان مين قاعد احاول اكل عشان عندنا مغامره بعد شوي. اتوقع اذا ما خاب ظني اني اقدر اشيل الناس، اقدر اجي لين عنده واشيله اطير فيه. ما ادري كيف الحمامه قويه للدرجه ذي بس اتوقع اني اقدر. خلون والله لا اشيلك تبقسني. ما عاد اعرف اطير من قوه الكف. الله ياخذك يا بزر جلدتني. طيب شلت ام المظل. انا ما اعرف اطير ليه والله. قاعد اعاني انا صراحه. يا اخي كيف اشيل؟ يا اخي ايش في؟ بموت. ضربوني مع بعض ليه طيب؟ ريستارت وين الاي يا رجل؟ ما اعرف يد اكس بوكس. طحت فوقهم. والله اني جلدته. ايش قاعد تسوي انا؟ ابغى اكل انا. قاعد تنكس. قم لا تمد يدك يقلع شكلك. صرت اقدر اصوب الحين. وين ازق بالضبط؟ استغفر الله ايش اللعبه ذي الخايسه. شوف اصوب الحين. امسك. انا ما ادري ايش الحمامه ذي القويه اللي سدحتهم كذا. الزبده اني زلتهم. صدمت العمود. لو سمحت باكل ذا بس. جوعان يا اخي جوعان. الله ياخذك. يا عيال تلطشت. انحش يقلع اشكالهم. والله جلدوني. وش المدينه ذي اللي ما يعرفون يتعاملون مع الحمام؟ بعدين انا نشبت عند الشجر واخر هناك. اوكي في اكل عمال هنا صراحه. ما خلينا ناخذه لانه ما حد يبي صح؟ ما حد يبي يا شباب. هذا مغمى عليه من قبل شوي مني. ايش سويت له للدرجه ذي؟ ضربتي جامده. امسك بس. صفقت وجه.
طيب خلونا الحين نسوي المهمات حقتنا. من المهمات اللي نسويها تشوفون في علامة هنا، نجي هنا ونست. نروح العش حقنا. وات؟ شو اسوي في العش؟ اصبر خلنا نهدي. نست. طيب اوكي. في اكثر من عش. في عش ثاني هناك. لس جو. اوكي وقفت هنا. طيب بعدين كيف ابني عشي؟ اطرش. بيض مثلا. كيف ابيض؟ لا يكون لازم اكون مسرع. بعدين اعطيها بيضه كذا من بعيد. شوف شوف في الحركه. شوف اصبر بس خلنا نصوب زين. شوف لا مو بهنا مو بهنا. اصبر اصبر يمين شوي. بعدين عطى البيضه. طاحت في العش. ما ادري ايش فائده العش ذا الحين. نيد ستيكس. احتاج. مهمتي ليه ما اقرا انا؟ المفروض لو اقرا واضحه. يقول لك تحتاج ستيكس. انا ما عاد اشوف شيء. فيبغى لنا نبني عش الحين. خلونا نبني العش حقنا بالستيكس هذه. اتوقع اني اخذها كذا. اختفت. وين راحت؟ هلا والله. ثقيله يا ابوي ما قدرت اشيلها. طيب لازم اكون سريع كذا. اعطيها. هلا والله شلتها. لوس جو لوس جو. طيب في عش عندنا اكثر من مكان الاعشاش حقتنا. اقدر اسوي عش هنا بس اني انا لو اقدر الف. حطينا الخشب الاولى. لوس جو. طيب وش يقول الحين؟ اوسم جيت مور ستيكس. اوكي يبغى لنا خشب اكثر. طيب في خشب هنا. شوف شوف كيف كذا وانا يعني بدون ما انزل ولا شيء. شوف خذ خذ ولا تفشينا. هلا والله. لوس جو. اللي بعده اتوقع اذا ما خاب ظني هذه اخر خشبه. خلاص بقلع عمر الخشب الكبير. سلامات. ذي بروح اضارب فيها ما ببني عش. طيب نحط الخشبه هذه. لوس جو. اوسم يو بيلت ا نست. بس بموت من الجوع. اكل يا شباب اكل اكل لو سمحتم. ما اقعد اكل من الزبائن. عيب عليكم. حمامه حمامه مسالمه جدا. وين الاكل اللي كان هنا يا حبيب؟ كان في اكل. يب هذا هو. لوس جو. اوكي ما ادري قاعد اشرب بيبسي. حمامه قاعده تشرب بيبسي يا جماعه. هلا والله اكل. كل عم الحادث. وش ذا؟ وش الاكله ذي؟ قاعد. اتشيفمنت ايت بيسز اوف تراش. يقول كل زباله انت حمامه. الله يسلمك والله. طيب الحين سوينا العش. شو المغزى بعدين؟ طيب اهبط هنا خلنا نشوف اذا اقدر اهبط. اقدر احط بيض. ليتس جو. كيب يور ايجز وورم. اخلي البيض حقي دافي. اوكي نحضن البيض حقنا. ستي اراوند يور ايجز اند ويت فور ذيم تو هاتش. اوكي يقول لك خلك حول البيض وانتظرهم يفقسون. خلنا نطرش عليهم عشان يعرفون هذا المكان حقه العش حقنا ذا. خلاص باقي شوي وفقس البيض. هلا والله بالعيال. فيد تو جرو. لازم اطعمهم. اوكي جيت سم فود. بيوك اوفر ذيم وذ. اوكي قاعد اطرش فوقهم. يقول طرش فوقهم عشان ياكلون. باقي يبغالي اطرش اكثر. اصبر. انا قاعد اطلع صوت تطريش من جد. اصبر اصبر يا شباب انتظروني. في اكل هنا. خلونا ناخذ الاكل ذا. احمل في بطني بعدين اروح اعطيهم. الام الحنونه كذا تسوي ترى. ايش اول مره تشوف حمامه تاكل عند زباله يعني؟ كيف اقدر ما اقدر اشوفه؟ ما قد شاف حمامه تاكل من الزبايل. معليش معليش والله ما شفت يا اخي انا شبت قاعد اتلطش. لا يشوفوني عيالي وانا قاعد اتلطش كذا. شباب معليش امسك امسك. خلاص قوموا يا اخي كم باقي لكم؟ ما ادري كيف طحت ما ادري لا احد سالني. شو الهبوط الجامد. لا مت مت عيالي. طيب لا عيالي الحالة ما عاد يعطيهم اكل. يا عمي انا طفشت اكل من الزبايل. معليش يا الحبيب باخذ هذا. معليش والله عاجبني. اقدر اعطيهم العيال. اقدر اعطي عيالي صح. لس جو. اصبر اصبر شباب جبت لكم هذا. امسك امسك. وين اختفى؟ اكلتوه كذا فجأة. طيب خلنا اطرش فوقكم بس. اوكي انتم ما اكلتوا شيء. اوكي لس جو لس جو. قربوا. اوكي باقي شيء مره بسيط بس يبغى لنا الحين. قوم قوم. غرقت. سلامات يا ابوي. حمامه طاحت في بغيت اصدم. طيب وين الحين الاكل باقي؟ المشكله ما عاد عندنا الا اكل ايش يسمونه ذا؟ اكل زبايل. ما ابغى اغامر وراح اسرق من الناس واخر شيء اروح فيها. خلونا ناخذ هذا ونروح نعطي عيالنا. شباب جايب لكم طراش مو بصاحي. امسك امسك. شوف قاعد يزيد. هم يجوعون فلازم اكون سريع. شوف قاعد ينقص. لا قاعد ينقص لازم اكون مليان. طيب اصبر اصبر بسرق على هذا الشطيره حقته لو سمحت. ما تبيها انت صح؟ اصبر شباب شباب جيت لكم شطيره حقت واحد من الشباب هنا. امسكوا. طاحت كم اون مين. لا وينها؟ اوكي في بيبسي هنا خلنا ناخذه. لا 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 اقلع بليزكم يا اخي خلوني اكل في حالي. الله طحت في مكان خايس. كيف امشي الحين؟ عيالي لا يموتون يا اخي. ايش فيه ما يعرف يهبط ذا؟ طيب الحين جبت لكم اكل كثير يا شباب. اتمنى انكم يعني ما تخلصون بسرعه لو سمحتم. لوس جو. وين راحوا؟
انفست ذا بلازا. ليتس جو. خلصنا اول مهمه اللي هي انفست ذا بلازا. الحين انفست بارك. مهمات تقول ابني عشوش في اماكن مختلفه. العب مع المهمات الخايسه. لا اصبر اصبر، ما ابغى اسوي المهمات دي. انا بحاول. وش ذا؟ اوه هذول عيالي راحوا. كيف يا عيال؟ اوه شوف العيال قاعدين يزقون على الناس. ليتس جو، يعطيكم العافيه يا شباب. طيب خلونا نحاول ناخذ اكل لاني بموت. لا والله. خلونا ناكل بس. اسمع الناس قاعدين يصارخون. يا الله هلا. طيب اتوقع اني اقدر اشيل الناس بس ما ادري كيف يا اخي. تعال انت تعال اقدر اشيل. اوه خلنا ازق فوقه. قاعد اطرش فوق. بوب اون هيومن. خلصنا مهمة دي. طيب في طريق اني اقدر اشيله بس ما ادري كيف. تعال يا اخي تعال خلنا اشيلك. اسمع الناس قاعدين يصارخون من الزقان. والله لعبة غريبة. خلاص يا عيالي لا شو اسمه ذا، خلوهم في حالهم. شطيرة. والله انا في الحقيقة اشتهيتها. ايش السالفة؟ اصبر اصبر في شطيرة هنا جامدة. يا الحبيب في سبوي هنا ما ادري ايش ذا. كم يزودنا ذا؟ ليتس جو. شوف كم زودني. اي يا عيالي اي جلدوهم. بحاول ابيض على ذا مثلا. امسك. وين جت؟ جت فوقه. جت فوقه. طيب اقدر اشيله يا اخي، اقدر اشيله بس ما ادري كيف. لو سمحت مقدر اقدر ما اقدر اشيله ليه؟ اقلع ابليسهم. شوف كم الدنيا انعدمت. خلاص شباب خلاص والله يفشي الوضع خلاص. اي مو انا ابوكم ما ادري امكم. شوف ما اقدر. شلت يا عيالي. فزع 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 شباب، فزع على الكلب هذا. خلنا اطرش فوق. اصبر امسك بس امسك تستاهل. مت. يو دايت ريفايفد ات نيرست نست. كفو بيسوي لي عيالي ريفايف. ليتس جو. اوكي راح اوقف الفيديو هذا هنا. اتمنى الفيديو عجبكم. طبعا فيديو شاطح، اللعبه شاطحه، ما اتوقع اني بكمل عليه بس قلت ابغى اجربها واشوف رده فعلكم على اللعبه هذه. لا تنسى تحط لايك واشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. السلام عليكم. We'll be right back.